استاذ اكرم. مساء الخير استاذ غياث، بس ليش بسرعة انا؟ لا مش بسرعة. كيفك استاذ سامي يا شيخ؟ اهلا اهلا. اول شيء الكلام اللي قاله الزميل تمام هذا كلام ضباط، صح، هذا كلام عين العقل. قال لك شغله، نحن ونادي الرياضي في علاقه قديمه، وقال لي علاقه ثقه بالاداره من الحاج مازن رئيس النادي لامين السر تمام واعضاء الاداره، وجينا كاتحاد على مسافة وحدة من جميع الأندية. وأكيد أنت بتعرف يا غياس أنه ما في ماتش، ما في مباراة إلا ما بيمكن يصير فيها أخطاء من قبل الفرق ومن قبل الحكام. صحيح. الحكم منه منزل، الحكم أوقات في أشياء ما بيشوفها، بس هيدا ما بيعني أنه نحن بنقوم وبنحاكم الحكم على السوشيال ميديا ولا بنحاكم الحكام بالإعلام، وبنصير نسرب لبعض الصحفيين مثل ما صار بهذا المقال الخطير اللي نشر بجريده اللواء، ما عاد شيء بدي اذكرها لجريده اللواء. بس نكروه فريق الرياضي أكيد يعني. اكيد ما قلت لك انتبه، انا شو قلت؟ سربوا. انا باكد لك انه الحاج مازن مش حكي هالحكي، ومعروفه مين الاشخاص اللي سربت، هاللي حطت كانه في مؤامره على النادي الرياضي. لا مش مزبوط في مؤامره على النادي الرياضي. الاتحاد اللبناني لكره السله واجباته يحافظ على اداره نادي الرياضي، على نادي الرياضي وعلى جمهور نادي الرياضي وعلى كل نادي موجود بالاتحاد اللبناني لكره السله، من اجل نقدر نمشي هالبطوله بخير وسلامه. نحن باكد لك شغله، هذه مشكلتنا بلبنان بريزيدنت، التسريبات 100%. برجع باكد لك شغله، في بروسيدور انترن كل العالم تعرفها بالاتحاد شو هي. نحن اذا بناخذ، اذا لقينا اي حكم غلط بيتاخذ فيه عقوبات، بس العقوبات ما بتنشر بالسوشيال ميديا، ولا رح نقبل حدا يشهر الحكام لا على السوشيال ميديا ولا يحكمهم بالاعلام. انا عندي سؤال لك بريزيدان. تفضل. عندي سؤال لك، طلع الرابور بالنسبه لمباراه امبارح، يعني شفنا كان موجود ان كان ستاليوس او مروان العميل كانوا موجودين امبارح، وبتصور اكيد في نتيجه طلعت. بدي اقول لك شغله، هلا في رابورات بتجي من الكوميسير، في رابور بتجي من ستيريوس، في رابور من مروان العميل، وهول الرابورات بيروحوا على اللجنه الفنيه اللي بتقعد اجتماعها مبدئيا بكره بوجود الامين العام. وبهيدا الرابور اللي بيطلع من اللجنه الفنيه مع اقتراحات باللي بده يصير بينعرض على الهيئه الاداريه وبتاخذ قراراتها. برجع بقول لك شغله، نحن ما رح نقبل ينظلم اي نادي ولا رح نقبل ينظلم اي حكم. القانون بده يتطبق. وبرجع بقول لك شغله، ممنوع ينزل حدا على ارض الملعب ويتوجه يحكي مع الحكام من دون ما يكون له اي صفه. مين عم تقصد بالاشكاليه اللي صار امبارح؟ اللي نزلوا هاجموا، حتى انا بدي اسمي كمان احد اللاعبين اللي تاريخه معروف بالمناقبيه وبالذوق يتهجم على مراقب المباراه، هيدي مش مقبوله. انا بقول لك اياها، في سكور شيت، في ناس مسؤولين بالنادي بالجهاز الفني بيتفضلوا بيقدموا اعتراض على سكور شيت. باكد لك انه يمكن العالم منا معوده بتعتبر انه دائما بيتقدم شكاوي بيتقدم اعتراضات ما بتاخذ فيها. انا باكد لك انه هذا الاتحاد حياخذ كل الاجراءات لحفظ الحقوق. رح توقفوا، رح توقفوا يعني، رح يكون في بكره ايقاف لاشخاص بالاشكال يلي صاروا. عم بحكي، رح اقول الامور مثل ما هي. شفنا في اشكال صار بينك وبين استاذ جوده شاكر امبارح. استاذ جوده شاكر غلط امبارح، وغلطوا انه بتصور في حدا ضلله لاستاذ جوده وما قال له شو بيقول القانون، لانه الماده 46 11 على 11 على 11 بالفيبا رولز بتسمح للحكم يستشير مراقب المراقب يلي كان امبارح زميلنا جاد دعيبس، 100% له حق يستشير مين ما بده قبل ما ياخذ اي قرار. وانت القرار، انت الماده القانونيه عندك اياها واطلعت عليها. بتصور في حدا ضلل الاستاذ جودات لتصرف التصرفات. القرارات بدها تاخذ بكره بالاتحاد، بدها تتاخذ بناء على تقرير اللجنه الفنيه. شو قصه المفاجاه بكره؟ بكره بشوف، انطروا. يلا انا بدي اشكرك استاذ اكرم الحلبي رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله.